بسم الله الرحمن الرحيم. نحن هنا نعتصم في اعتصامنا الأسبوعي أمام مبنى رئيس الوزراء البريطاني للتعبير عن إرادة شعبنا في الداخل البحريني لما يتعرضون له من آلة القمع والقتل التي يستوردها النظام الخليفي هنا من بريطانيا. نعبر احتجاجنا عن السياسة البريطانية في دعم هذا النظام وما يقدمه له رموزه من دعم سياسي وما يقدمه من خبرات أمنية ومن خبرات كالسكوتلاند يارد وجونيس وغيرها من هذه الأمور. أيضا نقف مع أبناء شعبنا الذي خرج يوم أمس في مسيرة حاشدة تعبر عن إرادة هذا الشعب الذي لن يترك الساحات ولن يترك الميادين وأن له حقوق وله مطالب لن يتنازل عنها. وأول هذه الحقوق هو طرد هذا الاحتلال السعودي من البحرين ووقف الدعم السافر الغربي لهذا النظام وأن يترك للشعب البحريني حقه في تقرير المصير والنظام السياسي الذي يرتئي. وأيضا نقف مع أبناء شعبنا الذين عبروا بشكلهم باسل بشكل باسل عن رفضهم لكل انواع الانتهاكات وكل انواع القمع الذي اراد لها النظام ان تركع ابناء الشعب البحريني، ولكنها بعد سنتين ونصف فشلت فشلا ذريع بان تنال من عزيمه ابناء الشعب البحريني. وقد وجدنا بالذات الرموز داخل المعتقلات كالاستاذ حسن شيمه والاستاذ عبد الوهاب والاستاذ عبد الهادي الخواجه والابراهيم شريف والاستاذ الدكتور عبد الجليل سنقاس وغيرهم من هذه الرموز. وجدناهم أسود وليوث ضارية ترفض الانصياع والتنازل عما قامت به بمطالب عندما انطلقت الثورة وقبلها، وقد رفضوا كل أنواع الابتزاز وكل أنواع الإهانة وكل أنواع التنازل إلى هذا الظالم. هذه الإرادة هي صمام الأمان لأبناء الشعب، تمثل صمام الأمان لأبناء الشعب البحريني، تضاف إلى الحراك الشبابي في الميدان وتضاف إلى التحركات السياسية الواسعة التي تقوم بها الجمعيات السياسية وكل أبناء الشعب البحريني في الداخل وفي الخارج. نأمل من الله سبحانه وتعالى النصر القريب إن شاء الله.